مشاهدينا مستقبل هلا دكتور عصام منصور رئيس جامعه اللاعنف وحقوق الانسان. دكتور منصور اهلا وسهلا فيك معنا بتحلى الحياه. اول شيء بدنا نضوي اكثر على رساله الجامعه. شو يعني جامعه اللاعنف وحقوق الانسان؟ باختصار رساله الجامعه هي نشر سقيفه اللاعنف طبعا، بس اهم شيء المبادئ الانسانيه وسقيفه اللاعنف بكل الاختصاصات يلي بتتعلق فيها، وهذا الشيء بهدف التغيير الاجتماعي بمختصر مفيد على المدى القصير وعلى المدى الطويل. طيب خبرنا اكثر عن هالجامعه، عن ترخيصها، مرخصها الجامعه، خبرنا اكثر عنها. ايه الجامعه طبعا هي جامعه خاصه مرخصه من وزاره التربيه والتعليم العالي. اخذنا الرخصه بقبل 2014 وشيء بسموه اذن مباشره بالتدريس بايلول 2015. نعم. سو الجامعه يعني مرخصه وشرعيه لكل الطلاب. يمكن نحن ايضا كمان حابين شو ما معنات انه جامعه حقوق الانسان ولا عنف، يعني شو الاختصاص، شو في كورسز معقول يتسجلوا فيها الطلاب؟ هلا اكيد انتم، وراح بلش بهذا الاختصاص يلي هو اختصاص التواصل اللاعنفي ومهارات الاعلام. يعني عندنا اختصاص هو مستوى ماجستير للاعلاميين ليكتسبوا هالمهارات يلي هي مهارات التواصل العنفي يلي كثير نحن بنحب نشوفها عند الاعلاميين. في الاختصاصات البقيه بتتعلق مثلا بالتربيه، التربيه اللاعنفيه، التربيه المدنيه، تعليم المواطنه، تعليم حقوق الانسان، التدريب الاجتماعي وغيره من الوسائل التربويه الناشطه. بالاضافه الى ذلك في المسرح اللاعنفي وتأهيل الذات، يعني للناس بيشتغلوا بالمسرح كيف بنقدر نستعمل المسرح بمهنتنا شو ما كانت مهنتنا. يمكن يكون تدريب، يمكن يكون تعليم، يمكن يكون مسرح، يمكن يكون اعلام، كيف بدنا نستعمل المسرح بطريقه غير مباشره لنوصل المسج اللي بدنا نوصله ولنكون الرول موديل، لنكون المثل الاعلى للناس اللي حوالينا. نعم. مين هن الاشخاص اللي بيقدروا يروحوا على الجامعه ويتسجلوا؟ كل الاشخاص المهنيين شو ما كانت مهنتهم، شو ما كان الباك جراوند تبعهم، شو ما كان العمل اللي عم يشتغلوه. بس خصوصا هالناس اللي هي عم تتعاطى يوميا مع عدد كبير من الناس مثل اساتذه المدارس، اساتذه الجامعات، الاعلاميين، المدراء اجمالا يلي بنحب يكونوا، كل عائله كل بيت بحب يشوف تغيير اجتماعي عند هالاشخاص. أكيد. يلي هن ممكن نستوحي منهم من دون ما بالضرورة يوعظونا مباشرة. صحيح. حنشوف نحن وياكم المشاهدين فيديو بيشرح أكثر عن الجامعة. هلا لما تعرفت على الجامعة غير إنه صار في تغيير جذري، يعني بتخيل إنه كل حدا فوت على جامعة أونور، أو لنقول معظم الناس بتفوت على جامعة أونور بتقول إنه هي كانت تورنينج بوينت، حركة مفصلية بحياته. وهذا اختصاص منه موجود بلبنان بالجامعات، وانا صراحه طموحي كان اني اروح برا لادرس هذا الشيء، فوقت لقيت انه هذا الشيء موجود بلبنان وبهيدي النوعيه الجيده كنت كثير سعيده وبعدني كثير مبسوطه، وبعتقد من الخيارات الاصح اللي اخذتها بحياتي. بعتقد يمكن من اذكى قرار اخذته بحياتي انه ارجع على جامعه كان عودتي على اونار. يعني بقرا التميز في هذه الجامعه، التميز في نمط الاداره، نمط التدريس، فهي يعني انا حاسس بالتميز في كل شيء. بالرغم من المواد الدسمه اللي فيها كانت عم تنعطى بجو كثير قريب، بعض التقنيات فيها تستعمل حتى بالعياده وتعطي امل بدل القلق الموجود عند الناس. بمختصر مفيد انا اونار غيرت لي حياتي، غيرت بحياتي، غيرت لي بمفاهيمي بالحياه، وعطتني ادوات فاعلة بقدر استفيد منها وانطلق منها ووسع. اكيد هاي الجامعه بتعمل عمليه ولاده جديده للبني ادم، بنولد البني ادم جديد، بس بولد بهاي المره انه معاه خبره، بنولد نقي، بنولد نظيف. تخيل اهم تجربه بتقدمها اونور للواحد انه بصير يقدر حاله اكثر ويحب حاله اكثر. ف
دكتور منصور، يعني شفنا بهال كمان الريبورت الخاص عن الجامعة إنه في من عدة كمان جنسيات عم يجوا من برا، من برات لبنان يفوتوا ويتخصصوا بجامعة العنف وحقوق الإنسان. مزبوط، يعني الجزء الأكبر من طلابنا هني مش منهم لبنانيين، جايين من الدول المحيطة، من سوريا، من العراق، من الأردن، من فلسطين، من مصر، ومن تونس والبحرين اتسترا. ومثل ما شفتوا يعني هن جايين من عده باك جراوندز، في الاعلاميين، في المحامين، في السايكولوجيست اتسترا. كله هيدا بيجي بيكتسب مهارات اضافيه لحتى يطور الاداء تبعه بمهنته. والشق الاكبر منهم هن بالشق التربوي، بالمهنه التربويه، يعني يا اساتذه مدارس يا اساتذه جامعات. في عنا عميدين كليات من رام الله ومن بير زيت كمان طلاب بالجامعه. ولكل الاشخاص اللي عم بيقدموا على هذه الجامعه، على اي اساس بتختاروا؟ المفروض يكون معهم ليسانس خبره؟ في 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 طريقتين، يعني شخص ممكن يكون معه اجازه ليسانس او بي اي بيقدم بفوت بالماجستير بالجامعه، واللي ما معه بي اي في فوت على دبلوم جامعي، خاصه اساتذه المدارس مش كلهم معهم بي اي يمكن، وبس بحاجه لطوروا مهنتهم ويكتسبوا هالمهارات، بيفوتوا بشيء اسمه دبلوم جامعي، بيكتسبوا تقريبا نفس المعلومات والمهارات بس ما بيكونوا عم يعملوا ابحاث. الفنان الليجند انجلبرت، خبرنا اكثر عن الحفله وشو خاص جامعه العنف وحقوق الانسان بحفل انجلبرت. نعم، مثل ما قلنا يعني طلابنا بيجوا من عدة مهن ومن عدة بلدين، الأغلبية بحاجة لمنح دراسية. نعم. لنأمن هالمنح الدراسية عم نعمل نشاطات، أنشطة فنية وغيرها لحتى نقدر نتكفل بالمنح تبع الطلاب. بقى نحن على تواصل مع الفنان إنجلبرت هامبدي. نعم. لحتى يجي على لبنان، وجاي بالنهار الخميس يعمل كونسرت. هو يعني شخص كتير انبسط بفكرة الجامعة، وكتير انبسط انه يقدر يساعد الجامعة، وراح تكون سهرة للفن، للعنف، للسلام، للحب، ننبسط فيها كلنا. وبنفس الوقت يعني راح تكون سهرة دعم للمنح الجامعية بأونر، بجامعة أونر، جامعة العنف وحقوق الإنسان. هذه يعني هي اللينك الهدف. يعني انتم من خلال هالجامعة العنف وحقوق الإنسان مثل ما ذكرت عم تطوروا المهارات عند الأشخاص أكيد اللي عم يتسبوا لها الجامعة، وأيضا كمان عم تفتحوا لهم فرص لحتى ياخذوا منح كمان دراسية للخارج. مزبوط، عم نأمن لهم منح ليقدروا يكتسبوا هالمهارات. وفي منهم بيكتسبوا مش بس مهارات، بيكتسبوا ثقافة شخصية لدورهم بالمجتمع، وكمان فيهم يكونوا يصيروا وسيط. الوسيط هي مهنة بحد ذاتها، في يكون وسيط مهني، وسيط تربوي، وسيط اجتماعي. هذه كمان مهنة بحد ذاتها ممكن يكتسبها. صحيح. إضافة على المهارات البقية المهنية والاجتماعية والإنسانية اللي بيكتسبها من خلال التدريبات والوصول اللي بيخدها بجامعة أونر. دكتور منصور، عم نسمع أغنية للفنان الكبير إنجلبرت، يلي كمان عن جد إذا ما حدا حاضره بليز يروحوا يحضروه على المسرح، لأنه عن جد فنان بكل معنى الكلمة، من أجمل الأصوات، وبعده صوته حلو وبعده كثير صوته حلو وبعده محافظ على صوته، وهو يعني أسطورة الرومانس بعصرنا. بقى ايه، بنشجع الكل يروح يحضروا، بينبسط وبيكون سهره كثير حلوه، وبنفس الوقت بيكون دعم للمنح للجامعه. نعم. دكتور منصور يعطيكم ألف عافية، وشكراً على الجهد الإنساني واللاعنفة بمسيرتكم التربوية. أهلا وسهلا فيك معنا، ونتمنى لكم كل التوفيق.